انت هنا يا وحيد؟ هيا يا بابا، اصل نسيت اقول لك لا اله الا الله. محمد رسول الله. اصل المفتاح اتقطع في الكلام. في ايه؟ طب بقى انا صحيح. On tourne action, mon existence microfilm d'action. Marseille au premier plan du générique, plan séquence sur la vie qui m'amène à donner le rythme. J'aime quand c'est chaud, quand c'est quand c'est quand c'est quand c'est quand c'est quand c'est سبحان الله، صدفة لذيذة. أنا سهام. تعالى بعزم حضرتك. اتفضل. عاجل قدام. الصدفة قال حضرتك عايزه الكتاب ده. تحت امر حضرتك. على فكره الجزء الثاني من الكتاب نزل. والله هاخد الجزء الثاني كمان. هات الجزء الثاني من الطب النفسي يا اشرف. حاضر يا استاذ. اتفضل يا استاذ. لا يا فندم، منتظر هنا. يا استاذ اتفضل، ما فيش وقت. اوكي بيه، اتفضل. حكايات جنسيه بكام يا اشرف؟ ايه؟ حكايات جنسيه بكام؟ بيقول لك حكايات جنسيه بكام يا اشرف؟ استغفر الله العظيم يا اب، استغفر الله العظيم يا اب. يا بيه ما طول عمره ب 10 جنيه، ايه لازمته الصياح ده؟ بقول لك ايه؟ طول وروش لحد ما اجيب نسكافيه. عيني. واحد نسكافيه لو سمحت. في يا جماعه قطط في المحطه على فكره. تولد دي ولا ايه؟ صباح الليل. اه فندم، مديحه كلينكس. لا حضرتك كلينكس في الممر الثاني مش انا. مديحه كلينكس، ليالي حمراء، فردي ومجموعات. لا هو لا فردي ولا مجموعات، انا مش للدرجه دي. تيجي تحرش ولا فعل فاضح في السيارات، انا معاك في اي خط. انت فاجئتيني بسفالتك، اقصد بصراحتك. معقوله تطلع اللي في دماغي؟ هو ايه اللي في دماغ حضرتك؟ كرباجي معايا وغرقان زيت. الله 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 يا باشا، بتجري كده ليه؟ انا حاسس ان الحلو بتعمل فخر جوه. استنى يا باشا،
وديه. الو مين معي؟ انا واحد بيحبك. ارجوك تقول لي مين معي. صوتك ده بيفكرني باحلى قصيده كتبتها في حياتي. اقولها لك؟ صوت صمتي بيقول لي اقولها. اسمع يا ستي، طليت تحت صدري لقيتك بردانة من حسي، ولما التقاك الشوق غطاك بدموعي، يعني دفيانة دفيانة. اسمع يا أستاذ عبد المنعم، فلوس تاني ما اقدرش اديك. هات اللي عليك الاول. وحيد، هو لسه أستاذ عبد المنعم ما جابش الفلوس اللي عليها بابا؟ سيبك منه، افرح يا وحيد، ارقص يا وحيد، غني يا وحيد. يا خير يا بابا، لقيت لك الشغلانه اللي نفسك فيها يا بجد يا بابا. شركه تامين عالميه فتحت فرع ليها هنا في مصر. عالميه؟ دول يا بابا هيقبلونا؟ ده هيقبلوك غصب عنهم. عارف ليه؟ ليه يا بابا؟ صاحب الشركه كان زميلي في المدرسه. زميلك؟ زميلك؟ تخته واحده. تعالى. بتعمل ايه يا بابا؟ يا رب الله، باب الراحه ان شاء الله. هي بس ايه؟ اهي. شوف ايه ده بابا؟ مين فيكم انت؟ انا ده، وده شوكت مدير الشركه. شفت مايوهات زمان؟ ايه المايوهات ده بابا؟ بتاعتكم دي ولا مأجرينها؟ مأجرينها ايه؟ دي مايوهات زمان كنا ساعات نخرج بيها في الشارع. بس ده صغير قوي يا بابا. ما زمانه كبر يا ابني. ده لو شاف الصورة احتمال ما يفتكرش نفسه أساسا. أنت بس تقول أنا جاي من طرف فريق فتح الباب، لو ما افتكرش قول له بقمار الساندوتش المفتق اللي كنت بتسرقه من شنطته. يا رب يا بابا يا رب. ما هترد يا بابا. هترد يمكن أستاذ عبد المنعم جاب الفلوس اللي عليه. عبد المنعم مين؟ عبد المنعم بابا في الصالة. أيوه أستاذ عبد المنعم، الفلوس اللي عليك. اسكت مش هاجر. خلاص هرد أنا. ألو. ألو. ما ترد يا بجم يا حقير. لا لا يا واطي. لا لا يا سافل. لا 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 عيب. الله اقفل السكه، انا مش شمشي يا بابا، دي حرق الدم يا عيب. قلت الو بابا. كروت وسائط عن بكر، اطلع برا. اي بني ادم معاه جواب ولا كارت يبلعه.
هو بعد اذن حضرتك الحمام فين؟ اتفضل من هنا. شكرا. اللي جايب لي كارت او واسطه يتفضل يمشي، دي مش شركه تامينات عائليه. حضرتك مقدم في نفس الوظيفه؟ زي المدير ده، صوت عالي قوي، تحس ان حيوان بيزعق، تحس كده انه حاطط حل جوه صدره، حاجه زباله. والغبي ما يعرفش ان انا هقبل في الوظيفه، يعني هقبل، اصل هو بابا كانوا زملاء في المدرسه مع بعض، ياما سرق من بابا سندوتشات المفتقه. شكلك مش مصدقني صح؟ انا هثبت لك. بص حضرتك، دي ايام ما كانوا بيصيفوا مع بعض زمان. مش عايز اقول لك المدير هيتفاجئ قد ايه لما يشوف الصوره. Good luck. جاتك نيلة انت وابوك. يا طيب يا حضرتك بتعمليه بقسوة؟ ابدا والله. طيب يا طيب كان ليه علاقة بالجنس الاخر وحضرتك يعني حيمتي منها؟ عمري ده انا بتمنى انه يعرف واحدة بس هو اللي مش عايز. طب في البيت يا طيب بينام في الضلمة لوحده؟ هو ليه الاوضة بتاعته بس احيانا بينام معانا. اطمني خالص ان شاء الله هيكون بخير. متشكره قوي. الحياه حلوه، عايزاك تكون اقوى من كده. وبعدين بقى ما عندناش راجل يعيط. صباح الخير. صباح الخير. الدكتوره موجوده؟ شوفوا لكم حل في الريحه الوحشه دي. صباح الخير يا حبيبه ماما. صباح النور يا حبيبتي. ايه ده زبون عنده اكتئاب؟ مين ما عندوش. حضرتك هكتب له شويه مضادات اكتئاب وشويه فيتامينات ان شاء الله ياخدهم هيبقى كويس قوي. متشكره قوي يا دكتور. اتفضلي. شكرا. اتفضلي حضرتك وانت ماجي هجيب لك البوبي بايا. شكرا. ياه محدش في الدنيا دي مستريح، مفيش كلب ياضي بنصيبه. بقول لك عارفه مين جايين النهارده على العشاء؟ مين يا ماما؟ رأفت ابن عادل الجواهري. عايزين ايه؟ جايين يتكلموا عليكي. قطع يسالوا اللي يتكلم عليا نص كلمه. جرى ايه يا حبيبتي؟ جايين يطلبوا ايدك. مش فاضيه يا ماما، عندي شغل وزعيهم. لحد امتى يا حبيبتي هتفضلي كده؟ عايشه في وسط القرود والكلاب، لحد ما تصرفاتك بقت زيهم. هو في ايه؟ ادخل الحمار يا فندم؟ ها يا فريد، ها شفت القفل ابنك عمل ايه؟ ايه اللي حصل يا شوكه؟ بترتش لي على بنطلوني يا سيدي. اكيد من فرحته. انت خلفته ازاي؟ شوكه تعمل معروف، ده انا دخت على ما جبت نمرتك عشان اكلمك من وراه، لان عارفه كريزي يا شوكه ومش هتعيره. انت عارف كويس طول عمري كوريكت وبرفض الوصايا، لكن علشان خاطرك احنا برضو عشره عمر. ربنا يخليك لي يا شوكت، وجميلك ده في رقبتي مش هنساه العمر كله، واوعى انت تقول له وانا كمان مش هقوله. اوكي، اعتبره تعين يا كاسانوفا. ضميني وانسي الناس سيد؟ والله لفيج عليك الناس. بص الواو، بحب الواو، خلي الواو. صح اكيد الباب اتقفل عليكي صح؟ اتفضل شوف باباك بعت ايه لمامتي. يا خبر اسود، فاهم باباك ان امهات الناس مش لعبه. اهدي بس يا لسه هيام. انا مش هسكت. لسه هيام ارجوكي أرجوكي استر علينا، ولازم تراعي إن بابا في سن خطر. أبوس إيدك أنا سهيب. خلاص أنا عشان الجيه اللي بيننا بس خلاص أنا مش حامل.